وقد ظل من فسر الفوقية بالخيرية فقال في مثل قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، قال إن الفوقية بمعنى الخيرية أي خير من عباده، كما يقال الملك فوق الأمير. وهذا الكلام نقصان في العقل، لأن هذا أمر واضح، كما لو قلت إن الثلج بارد أو أن النار حارة، لأن عظم الله عز وجل مستقر في النفوس. بل إن ضرب المثل بين الكامل والناقص فيه تنقيص للكامل، كما قال الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فوضع المقارنة تنقيص، لو قلت هذه العصا أقوى من السيف لتنقصت السيف. ولكن يجوز أن تذكر هذه الخيرية في مقام الرد على المخالف، كقوله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.